لدينا شركتان من هذا القطاع تمت إعلانات نتائجها محققة، نمو واضح وبنسبة إجمالية تجاوزت 26%. برأيك ما أهم العوامل التي تركت تأثيرها على أداء هذا القطاع؟ صباح الخير إيمان عليك وعلى المشاهدين. صحيح قطاع النقل شهد نمو ملحوظ خلال الفترة السابقة، مدفوع بارتفاع أسعار الشحن العالمية والنمو في حركة التجارة العالمية. إذا رأينا القطاع الآن كما ذكرتي يعني 26% نسبة النمو، مدفوع بنتائج ملاحة والتي حققت نمو حوالي 7 أضعاف خلال الربع الثاني يعني من هذا العام، وحوالي 46% إجمالي النمو في النصف الأول. يعني بالنظر أيضا أن هنالك شركة يعني ناقلات حققت نمو بحوالي 16%، نتوقع أن تكون نتائج شركة الخليج إيجابية نظرا لأن الشركة يعني قامت بتزويد القطاعين العام والخاص بحلول لوجستية متكاملة، وأيضا بتقديم سلاسل توريد تتسم بالمرونة والموثوقية في ظروف استثنائية تجعل من نتائج الشركة المتوقعة أن تكون إيجابية. أيضا الشركة هي شركة رائدة، يعني نتحدث عن المخازن، هي شركة رائدة لديها أكثر من 3 مليون متر من الخدمات بمرافق الخدمات اللوجستية وأكثر من 250,000 منصة نقل. يعني كلها بشكل عام القطاع يتعافى، يعني قطاع النقل يعني خاصة في خلال النصف الأول من العام الجالي، نتوقع أن تكون نتائج الشركة يعني بنفس الزخم وبنفس النمو. نعم.